إنه 12 من يونيو حزيران، اليوم الذي تحتفل فيه روسيا الاتحادية بعيدها الوطني المعروف باسم يوم روسيا، واحد من بين أهم أعياد البلاد الذي أقر رسميا بداية من سنة 1992. يسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا اليوم داخل الكرملين الأوسمة والجوائز لعدد من الشخصيات البارزة التي حققت نتائج باهرة في مختلف المجالات هذه السنة، كما يتلقى برقيات التهاني من زعماء وقادة العالم. هذا اليوم أحد أهم الأعياد بالنسبة لكل مواطن روسي محب لبلده. صحيح أنه يوم احتفال بقيام روسيا كدولة مستقلة، لكنه يبقى عيدا للم شمل كل قوميات المجتمع الروسي. تتنوع مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في مختلف المدن الروسية. وزارة الثقافة الروسية سطرت برنامجا للاحتفال بهذا العيد يراعي اختلاف عادات وثقافات المجتمع الروسي. لإحياء الحس الوطني وشحذ همم الشباب، تحرص السلطات في روسيا على الاحتفال بالأعياد الوطنية عبر إقامة مهرجانات فنية وأخرى ثقافية تعم أرجاء البلاد. فالساحة الحمراء مثلا تتحول في هذا اليوم إلى ما يشبه مسرحا مفتوحا يشهد العديد من الفعاليات التي تنشطها وجوه فنية مشهورة وبحضور شخصيات سياسية بارزة، فعاليات ثقافية أبرزها مهرجان روسيا متعددة القوميات. أنا فخورة بأنني مواطنة روسية، وفخورة بأنني سأشارك في العزف في الساحة الحمراء احتفالا بيوم روسيا. جئت إلى الساحة الحمراء خصيصا لأحضر احتفالات عيد يوم روسيا. أجواء الاحتفال هنا رائعة، أتمنى الخير والسلام والتطور لبلادي. هذا وتشهد الساحات والحدائق العامة بالعاصمة موسكو وباقي كبريات المدن الروسية أكثر من 100 فعالية احتفالية بعيد يوم روسيا المصادف لـ 12 يونيو من كل سنة. يوسف فيغار، قناة الغد، موسكو.